كيفكم؟ أنا أيمن خيري وحاب أعلن عن سلسلة جديدة على قناة الفهرس، لكن في البداية حاب أحكي شغلة. ما في حدا بينكر أنه إحنا حالياً كعرب بنواجه تحديات على جميع الأصعدة، تحديات ثقافية وتاريخية وفكرية واقتصادية وصناعية وعلمية وغيرها كثير. ولطالما أنا كنت على قناعة أنه طريقنا الوحيد للخروج من الأزمة التاريخية اللي بنمر فيها كعرب هي بممارسة النقد الذاتي. طبعا ما في داعي أشرح شو الفرق بين النقد والانتقاد. نقدنا لذاتنا مهم جدا، فعن طريقه راح نعرف أخطائنا اللي مارسناها في الماضي لنعالجها بالحاضر ونتمكن من تجنبها في المستقبل. النقد الذاتي يمكن ممارسته بطرق عديدة، من ضمنها إعادة قراءة تاريخنا بأعين جديدة، بالإضافة كمان ممكن عن طريق قراءة ما كتبه الآخر عنا. هاي طريقة مهمة جدا. كتابات الآخر عنا مش بالضرورة إنها تكون كلها صحيحة، ومش بالضرورة تكون كمان كلها خاطئة، لكنها كفيلة إنها تفتح مداركنا على أمور إحنا ما كنا منتبهين لها، زوايا جديدة بالنظر للتاريخ وللحاضر. مشان هيك حاب إني أقدم لكم سلسلة جديدة على قناة الفهرس اسمها تاريخ العرب من وجهة نظر استشراقية، وهي عبارة عن قراءة في كتاب The Arabs تأليف الصحفي والمستشرق البريطاني بيتر مانسفيلد. مانسفيلد بريطاني تعلم العربية وعاش فترة طويلة في الدول العربية وألف العديد من الكتب المهمة المتعلقة بالشأن العربي. كتاب العرب نشر أول مرة سنة 1978. الكتاب يوثق تاريخ العرب من وجهة نظره الاستشراقية، ابتداء من أول الوثائق اللي ذكرت العرب سنة 2000 قبل الميلاد، مرورا بظهور الإسلام والدولة الأموية والدولة العباسية، ومن ثم بيحكي عن العرب ضمن حكم الإمبراطورية العثمانية، وكمان بيحكي عن الدول العربية الحديثة مثل عمان والسعودية ومصر والمغرب وسوريا واليمن والجزائر، وبحكي كمان عن القضية الفلسطينية. الكتاب مهم جدا، تتجاوز صفحاته 500 صفحة وغير مترجم لغاية الآن للأسف، ففي حلقات هاي السلسلة رح نقرأ الكتاب مع بعض ونشوف عن شو بيحكي مع بعض، لأني أنا كمان لساتي ما خلصته على فكرة. لكن لازم تعرفوا شغلة في البداية، أنه أنا بالسلسلة راح أستخدم نفس المصطلحات والتعابير اللي استخدمها الكاتب المستشرق، وراح أروي الأحداث بأسلوبه وبحسب معرفته. بعض الأمور قد يكون مخطئ فيها، وبعض الأمور قد تكون مغيبة عنه، وبعض الأمور قد تكون صحيحة، لكن من المهم نعرف وجهة نظره، وجهة نظر البريطانية بتاريخنا وحاضرنا كون الكاتب بريطاني، لكون بريطانيا لعبت دور كبير جدا جدا بصناعة دولنا الحالية وبصناعة حاضرنا ومشاكلنا وخلافاتنا. شغلة كمان، بالحلقات القادمة راح أرفع كل صيغ القداسة والتبجيل عن الشخصيات السياسية والدينية وعن الأحداث المذكورة، وراح أحاول أني ما أعلق، لأني راح أترك التعليق لكم والتحليل لكم بالتعليقات، لكن ممكن أعلق بعض التعليقات الجانبية لما أقدر أني أمنعها. المهم في الحلقة القادمة، الحلقة الأولى من السلسلة، راح نعرف في البداية عن وجهة نظر الكاتب لبداية تأسيس الدولة الإسلامية والخلافات اللي صارت، وعن تأسيس الدولة الأموية وبماذا أصابت الدولة الأموية وبماذا أخطأت. أتمنى السلسلة تعجبكم وتكون مفيدة ونستفيد منها مع بعض. موعدنا الأسبوع القادم مع أول حلقة من سلسلة تاريخ العرب من وجهة نظر استشراقية، فما تنسوا تشتركوا بالقناة مشان يوصلكم تنبيه عن الحلقة الأولى. كان معكم أيمن خيري، استمتعوا بحياتكم. سلام.